قوي قوي قوي. طب ما انا قلت لك الكلام ده من بدري يا حاج، انت اللي ما سمعتش كلامي. انت عملت ايه في حوار بنته؟ بنته؟ ما انا سبتها زي ما انت قلت لي. لا معلش، رجع لها تاني واستمر. بصراحه انا بقيتش فاهمك يا حاج، شويه تقول لي سيبها وشويه تقول لي ارجع لها، هي ايه الحكايه بالظبط؟ يا دي افهم بقى، بنته دي هي الشوكه اللي هنحطها في زوره. لو بعنا لازم ترجع لها تاني بس تحت عيني. يعني ارجع ادوس بنزين من تاني؟ اه بس دي ما تنسكش اللعبه التانيه. لعبه ايه؟ الرمانه. رمانه. اه رمانه. خشي يا اللي بره. اديني خشيت اهو اللي جوه. ايه يا تونه؟ مش رايحي نفسك شويه يا حبيبتي؟ قدامي موضوعين بنزلهم عشان نصورهم، انا عارفه ان اللي معاك خلص وده موسم. حلو. شوفي بقى، الامتحانات دلوقتي بقت على الابواب، وانا عايزك تركزي عشان تفهمي دروسك اللي قدامك دي. ما تخافش، انا تمام، وبقيت اقدر اطبق يومين ثلاثه. يا سلام. طب ما اعملكش شويه قهوه؟ ما تعمليش حاجه، تصدعني وخلاص. شكرا يا بابا. العفو يا بنتي، ربنا يقويك على اللي انت بتعمليه. بصي انا قاعد بره، لما تخلصي اللي بتطبعيه انا هاخدهم منك اتبسهم واجمعهم. ماشي. يلا. الو. ايوه يا منى، بقول لك ايه، انا شكلي اتعودت على الحبوب الهباب بتاعتك دي. ايوه بتصحصحني، بس انا مش عايزه اعود نفسي عليها. دبريني قولي لي اعمل ايه. يعني نص مش هيأثر؟ طيب ماشي، يلا سلام. كل سلطة يا معلم، سلطة. شكرا. سلطة يا حبيبي. شكرا. خد بلع يا معلم، ده من فرنسا. يسلم ايدك. كنت حتة اللحمة دي يا بابا، حتة اللحمة دي يا بابا. والله أنا وشيف، أنا وشيف أبو ده. وفي إيه يا باشا؟ مفيش يا معلم. دي هديتي للعروسة، ألف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. تعيش يا باشا، ربنا ما يحرمناش منك. ودي هديتي لأحلى عريس. تشكر يا فنانة. حبيبي. وده لحبيبي. إيه دي النقطة؟ عسل، طول عمرك عسل يا معلم. ده شيك بنص المصلحة اللي خدتها منك. ما تلزمنيش. أنا أصلي راجل اتعودت إن أكسب من على جبيني. اوه برافو برافو خميس، طول عمرك تبهرني بسلامتك. متعلم منك يا باشا، متعلم منك يا باشا. طبعا طبعا يا باشا، طول عمره بيبهرك، طول عمره بيبهرك. صح. انما قول لي يا معلم، هتقضي شهر العسل فين؟ باشا يا باشا، شهر عسل ايه؟ خلاص بقى كبرنا على الكلام ده. لا 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 يا معلم. في ايه يا فندم؟ ما تقولش كده على نفسك، ده فال مش حلو. يا معلم، اليخت بتاعي مستنيك في الجونه بكل اللي بيشتغلوا عليه تحت امرك. يا سلام على
عليك يا باشا وعلى حنية قلبك. للدرجة دي بتحب المعلم النوح؟ الله قد انا ما بحبه. هو في الدنيا عريس هيبقى غالي على قلبي زي المعلم؟ لا طبعا، ده اغلى الناس، ده ماكسيمم يتذبح لك 100 جمل. انا يا جماعه متشكر قوي، بس انا لا 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 انا مش فاضي الكلام ده، انا عندي الشغل اهم. شغل ايه بتاع ايه يا معلم؟ خد وقتك زي ما انت عايز. على اخر اقل الراجل يكون وضب حاله ولمع عزاله عشان يرجع بيته اللي انت عايش فيه دلوقتي، وانت تكون وضبت حالك وتشوف لك بيت جديد. راجل مين؟ الراجل بتاع الكفته اللي ورا ده؟ لا، الراجل بتاع الكفته اللي قدام اللي انت قاعد في بيته، مش كده برضه ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. في صحة العريس بقى يا خميس. في صحة أحلى عريس. إن العروسة دي أدابها وحش. عروسة فقر. طمني يا دكتور، إيه الأخبار؟ هو كان أخد حاجة عشان خاطر الجواز يعني ولا حاجة؟ حاجة زي إيه يعني يا دكتور؟ معاك أنت حاجة؟ ها؟ مفيش حاجة يا دكتور، ما تاخدش على كلامه، أصله تعبان شوية. عموما واضح إن هو تعرض لإنفعال مفاجئ، بالإضافة إذا كان خد حاجة يعني، فعملت له هبوط في ضغط الدم وفقدان وعي. عموما الحقنة اللي خدها هتخليه كويس جدا إن شاء الله. يا رب. يعني إيه يا دكتور؟ شهر عسل كده اتضرب بقى ولا إيه؟ يا بنت اتكلمي شوية، شهر عسل إيه وبتاع إيه؟ لا لا لا، شهر عسل ايه؟ مفيش الكلام ده خالص. ايه؟ خالص. ليه؟ فهمت يا دكتور، فهمت. جت الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح، يا بختك يا سوريا. يا بنت تبطي، الراجل هيروح مننا. حاضر اهو اتبطيت. اسكتي بنت الدوية. اديني الحباية، الحباية. 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 سلامتك يا معلم، ألف مليون سلامة عليك يا أخوي. الله يسلمك. شكلنا كده اتحسدنا، خدنا عين، وعين كبيرة قوي. خدتوها على إيه يا أختي العين الكبيرة قوي دي؟ بقى الحاجات دي بتتنزل. دي خيبة القمر راكبها جمل. شايف مرات ابنك بتلقح عليا بالكلام إزاي يا معلم؟ عاجبك كده؟ اصبري عليا بس لما أبقى أقوم. اصبر عليك أما تقوم. أما أقوم. أما أقوم. ولا طلعت قد القول يا باشا؟ اللي عمله العمروطي الليله كيفني وعلاه في نظري ياما. يعني الكلام بقى اللي قلناه المره اللي فاتت؟ لا، في شغلتنا دي ما تأمنش لصوابع ايدك، بس اللي يعمل الصح يستاهل كلمه في حقه. ايه رايكم بقى ان انا مش مطمن الحكايه دي لغايه دلوقتي؟ ازاي النوح يسيب بيته بالسهوله دي؟ أكيد الحكاية دي وراها مصيبة. ليه يا خال؟ هو أنتوا مش برضو سبتوا البيت بالسهولة دي؟ اشمعنى بقى؟ أنت بتعايرنا يا خميس ولا إيه؟ أنا بفكرك بس. مصاريفنا كانت بره خميس، وكنا لازم نلمها، والنوح حط السكينة فوق رقبتنا.